صلاتين ينفع المسلم يصلي فيها قاعدا حتى لو ما عندوش عذر. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد رجب. فيديو جديد، ازاي الواحد يصلي وهو قاعد وهو شاب وقوي وما عندوش مرض؟ حالتين. الحاله الاولانيه صلاه النافله، حتى لو انت مش تعبان ممكن تصلي قاعد. يعني انا كده جه في مزاجي اللي انا اصلي الضحى وانا قاعد، انا شاب بلعب في الجيم وزي الفل، ينفع اصلي وانا قاعد؟ ايوه، ما دام صلاه نافله ينفع، سنة الظهر ينفع، قيام الليل ينفع، بس صلاة القاعد على النصف من أجر القائم، هتاخد نص الأجر. بس الصلاة صحيحة؟ نعم صحيحة. معقولة؟ أو معقولة. ودي حاجة حلوة ليه؟ لأن أنت ممكن قيام الليل تعبان مرهق، مش عاجز بس مرهق شوية فبتكسل، لا طب أنا أصلي قاعد بدل ما أضيع القيام الليلة دي أصلي قاعد. يا عم أنا شاب قوي ما عنديش مشكلة، مش مشكلة خالص، بس هتاخد النص من الاجر. انما لو انت عندك عذر وبتقعد ينفع في صلاه النافله والفريضه، وهتاخد الاجر كامل. يبقى ما عندكش عذر وهتصلي النافله وانت قاعد يجوز. الحاله الثانيه، لو انت صليت في جماعه مع امام بدا الصلاه قاعدا، عنده عذر، عنده مشكله الامام ده. خدوا بالكم المعلومه دي، لو انت صليت والامام كان قاعد بدا الصلاه قاعد، وجب عليك أن تصلي قاعدا. يجب كل المأمومين اللي وراه في المسجد يصلوا قاعدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. إنما لو هو أصلا واقف وبعد كده حصل له عذر فقعد، لا نكمل صلاة. ودي جمعا بين الروايات في الموضوع ده. ده حتى في علماء قالوا لو أنت صليت واقف وراه والإمام بتاعك قاعد عشان عنده عذر، الصلاة بتاعتك تبقى باطلة، لازم تصلي قاعد. ليه؟ عشان النبي أمر بكده: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. والمسألة فيها خلاف، يعني الشاهد إن في حالتين ينفع نصلي فيهم وإحنا قاعدين: صلاة النافلة وصلاة من المأموم الذي يصلي وراء الإمام القاعد. دعم الفيديو بشير ولايك ومن شرف القناة. أشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.